السلام عليكم ورحمة الله. ألتقي معكم سيداتي سادتي من جديد في هذه الحلقة لنتعرف على معلمة دينية من معالم قبيلة إثمزال، وهي المدرسة العتيقة توجرارت. هذا الاسم توجرارت الذي لا يعرف أصله، هل هو اسم الجبل الذي تقع فيه المدرسة المسمى باسمه، أم هو اسم سيدة صالحة تنسكت وزهدت فيه في خلوتها بعيدا عن عامة الناس؟ على كل حال، سنحاول التعريف بهذه المدرسة من خلال تاريخها المتداول بين الباحثين. فالمدرسة العتيقة توجرارت من المدارس العتيقة المنتشرة في تراب الجماعة القروية لإثمزال، قيادة ودائرة إتبها، إقليم شتوكا إتبها، وتقع على الجبل المسمى باسمها، والبالغ ارتفاعه 1359 متر، وهو أعلى قمة في جبال قبيلة إثمزال، ويقع في الحدود الجنوبية لقبيلة إثمزال، وفي قمته تلتقي حدود القبائل الثلاث: إثمزال في شماله، وأيت والياض في غربه، وإيداو كتير في شرقه. وبسبب ذلك اعتبرت المدرسة مشتركة بين القبائل الثلاث في جميع مستلزماتها من المشارطة والتموين والتجهيز، كما تشترك هذه القبائل في تنظيم موسمها الذي تقيمه سنويا منذ قرون. وقد ورد ذكر المدرسة العتيقة توجرارت في كتاب تاريخ هلال بيسوس للفقيه محمد البويقدوري نقلا عن أحد أصحابه قائلا: وأما توجرارت فهي مدرسة عامرة منذ أمد بعيد، ومر فيها القراء والعلماء بالشرط، والمداشر التي يشارطون فيها أيتيان وإيغمضان من قرى قبيلة دوكتير، وأيت كري من قرى قبيلة أيت والياض، وتقموت من قرى قبيلة أيت مزار ومن ينتمي إليهم، وآخر من شارط فيها العلامة سيدي محمد بن بارك الكتيري نسبة لقبيلة دوكتير. ولم تنتهي فيها العمارة إلا بالوباء الواقع عام 1214، فبقيت كما هي عليه الآن خالية. انتهى كلام البوقدوري. وأضاف البوقدوري في صدد حديثه عن نفر من اليهود القدماء الذين نزلوا في قبيلة مزدوق التابعة لاتحاد القبائل لن، أن أصل طائفة من قدمائهم يدعون بنو حركوك قديموا من جبل توجرارت وكانوا يهودا ثم أسلموا، ووقف على خبرهم في رسم قديم عند عائلة في قبيلة دابونيضيف، ونص ما حكاه فيما يلي: كانت اليهود في قديم الزمان سكنوا في جبل توجرارت بأيت مزال، وجعلوه ملاحا لهم، ثم بعد مدة طغوا وتجبروا، وذات يوم جاء الناس من جبل الكست المجاور لأيت والياض وإيداو كتير، وهو قلب سلسلة جبال الأطلس الصغير. جاءوا من جبل الكست إلى سوق الحد بهلالة، ومروا قرب مسكن اليهود بجبل توجرارت، وتعرض لهم اليهود هناك بنهب أموالهم ومتاعهم وهتك أعراضهم، وأفلت بعضهم بجرعة الدقن، وهربوا إلى سوق الحد هلالة، واستصرخوا الناس فيه. ومن ذلك الحين تجمعت القبائل الجبلية من هلالة وشتوكا، وذهبوا إلى اليهود وحاصروهم، ودار القتال بينهم حتى مات من المسلمين 70 رجلا، ومن اليهود 140 محاربا. ولما اشتد الحصار على اليهود استسلموا وسلموا أنفسهم، وقسمتهم القبائل بينهم، فبعض القبائل قتلوا نصيبهم من أسر اليهود، والبعض الآخر أسكنهم في قبيلته بعد أن أعلنوا إسلامهم، وهم موجودون في قبائل هلالة وغيرها من القبائل التي نالت نصيبها من أسرهم. هذا كلام الفقيه البوقدوري. وأضاف أيضا البوقدوري في هذا الصدد قائلا: ومكان اليهود لم يكن هو توجرارت بالضبط، بل على يمين جبل توجرارت يقال له تيغرار، فيه مهادم وأطلال كثيرة ومطافي للمياه، وهو عال في السماء، وحوله أراضي صالحة للحرث. وقيل إن اليهود الذين سكنوا فيه جاءوا من خيبر واغتنوا هناك ونالوا أموالا كثيرة، ويقال إنهم كانوا يتسوقون الاثنين بقبيلة أيت وادرين بخمسين بغلة محملة بالبضائع وأكثر، وطغوا وتجبروا. فمر عليهم رجل يدعى أبرغاس
ولا زال الناس يقولون لأهل تقدير تبرغاس، وعندهم أملاك في وادي إبرغاس. ومر ذلك الرجل قاصدا سوقا قرب قرية سيصيد بأية مزار يعرف بسوق الحد متزوك النيت. هذا المكان لا زال يقال له، لا زال يطلق عليه هذا الاسم في ضواحي قرية سيصيد. وسلك طريقا فوق الوادي في رقبة مستقيمة جدا قرب ملاح تجرات، فتعرض له اليهود وأسروه وذهبوا به إلى وسط ملاحهم ووضعوا على ظهره بردعة وأحلاس الدواب، وتجمع عليه الصبيان والنساء وجعله فرجة لهم. والغريب أن مثل هذه الحكاية أوردها الباحث سيد الحسن بوعد من قرية بنين على الإنزالي في مدونته الإلكترونية أمزال بيرسو، ولا داعي لإعادة سردها، وإنما الجديد فيها هو إثباته لتاريخ الواقعة وهو سنة 915 هجرية الموافق لسنة 1590، وبيّن مصدرها أيضا، كما أفادنا أيضا بأسماء كتاب ومحرر هذه الحادثة وهم محمد بن حماد بن علي المزالي، أحمد بن حمد المزالي من نسب السابق، أحمد بن علي الإساقي يعني من إساقن، سعيد بن عبد الله المرواني من بومروان، عبد الله بن سعيد الحسني. والمصدر دوكيمون ديز ارشيف ماروكان تي 22. وذكر ايضا يعني السيد حسين بوعد، وذكر ايضا الاسر اليهود الذين تم توزيعهم بين القبائل وهم داود اسلم عند اهل تسجدلت واقام في قريه شقمة، اشعو اسلم عند ايتمزال واقام في قريه غرغم، مسعود ابن السابق أسلم عند أهل أفلواسي في أيتمزال وأقام في قرية سيصيل، شليمو أسلم عند شرفاء دوكتير وأقام في قرية تيان، يعقوب قرقار أسلم وأقام عند قبيلة دوغنيضيف، مردخاي أسلم وأقام عند أهل أسيف إيرغ بإدوغنيضيف، هديد أسلم وأقام في قبيلة خولان تبع لاتحادية لن، يوسف أسلم وأقام عند شرفاء سيدي العاطل الله في قرية في قبيلة تدمى في قبيلة تدمى، بابراهيم أسلم عند إعتمان إساقن وأقام في قرية تلت مسن، موشي أسلم وأقام في قرية إسلين تدمى، عموش أسلم عند إتصواب وأقام في قرية ساكا في قبيلة تحيا وهم إخوان قايد تيوتي، إشعاع أسلم عند أيتي زناقن وأقام في قرية إمين تفغلت، إرحام أسلم عند أيت علي ويعزة. أما بالنسبة لقبائل دقواران وإسندال وإيدو محمد وأيت برايم وأيت ميلك وأيت لوغان، فقد وضعوا حدا لحياة أسراهم اليهود الذين عاشوا بينهم وقتلوهم عن آخرهم. بالنسبة للمدرسة العتيقة تجرات حديثا، فقد تفضلت إحدى جمعيات منطقة أيت مزال مشكورة وهي جمعية المدرسة العتيقة تجرات، فعملت على إحياء هذه المعلمة الدينية وشقت لها طريقا معبدة تصل إلى موقع تجرات على قمة الجبل البالغ علوه 1359، وزادت في رحاب المدرسة بإضافة مرافق عديدة من مطبخ ومأوى الطلبة ومسكن الإمام ومجلس الطلبة وصالة خاصة لاستقبال الزوار والضيوف، وقامت بتوسعة مقصورة الصلاة مع الحفاظ على المقصورة القديمة بشكل المعماري السوسي القديم ومحرابها والمقصورة العلوية الصيفية إلى غير ذلك من الإصلاحات والترميمات التي أضافت للمعلمة الدينية رونقا آخر يجمع بين بناء الماضي وطراز الحاضر. وفيما يلي شريط مختصر لصحيفة شتوكا بريس نقلناه من موقع فيسبوك، يعرض فيه الحفل الديني السنوي الذي أقيم في رحاب المدرسة العتيقة تجرات بتاريخ الجمعة 29 غشت 2014، وقد ترأسه عامل إقليم شتوكا أيتبها السيد عبد الرحمن بن علي، والسيد رئيس دائرة إتباها، والسيد قائد قيادة إتباها، وعدد من الشخصيات الجماعية والدينية والجمعوية وفعاليات وأعيان المنطقة. هذه هي المدرسة العتيقة تجرات، وهذه هي بطاقة تعريفها مختصرا، وإلى اللقاء في معلمة أخرى إن شاء الله، وعلى المحبة والسلام.